مرحبا بكم أيها الأحبة، كل عام وأنتم بخير، أضحى مبارك علينا وعلى الأمة الإسلامية جميعا. أيها الأحبة، تتسارع الأحداث في منطقتنا العربية بشكل ملفت، وفي الواقع أن المستور انكشف وصار اللعب على المباشر. قمة أمن إسرائيل التي صرح عنها بايدن ستعقد في 16 من تموز الجاري. كل الذين كانوا يستحونه فيوارون رغبتهم في التطبيع أو في إيجاد علاقات أو نوع من العلاقات مع الكيان الصهيوني ما عادوا يستحون من هذه التوجهات التي ستصادر الحق الفلسطيني في المطالبة بأرضه، وهو في الواقع ليس حقا فلسطينيا وحسب، إنما هو حق عربي، حق إسلامي. يمكن أن يرفع شعار للأمة الإسلامية وأن تعمل باتجاه القضاء على دويلة الكيان الغاصب. هذا لم يعد جزءا من أهداف المنظومة العربية. بايدن سيهرول إلى منطقتنا، وبالتحديد زيارته إلى الكيان الصهيوني ثم إلى المملكة العربية السعودية لرعاية مؤتمر أمن إسرائيل التي ستعقد في أرض الحرمين الشريفين. سابقة خطيرة، قمة ستحضرها منظومة المجلس التعاون الخليجي بضميمة العراق والأردن ومصر. ما علينا وما لنا، هذا موضوع حلقتنا لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي، أنا محدثكم علاء فاضل، ومعي في الإعداد الإعلامي قاسم العجرش، وفي الإخراج أحمد سلام. أيها الأحبة، وكما هو المعتاد نقرأ سوية مقطعا من إحدى المقالات التي كتبت حول الموضوع. مقال الأول حمل عنوان زيارة بايدن للمنطقة وثقل الضيف والمهمة، الكاتب محمود الهاشم. زيارة بايدن للمنطقة وثقل الضيف والمهمة، الكاتب محمود الهاشمي. لأول مرة يجد رئيس أمريكي الحرج في زيارته إلى الشرق الأوسط، فقد عرف عن الرؤساء الأمريكان أنهم يحظون باهتمام كبير خلال زياراتهم إلى هذه المنطقة ذات الثروات والموقع الجغرافي المهم. الرئيس الأمريكي يزور المنطقة بدءا من الكيان المؤقت إلى السلطة الفلسطينية ثم إلى السعودية. سبقت هذه الزيارة زيارات وتفاهمات قام بها أعضاء من الكونغرس الأمريكي وشخصيات معروفة بدعوات التطبيع، بالإضافة إلى من هم معنيون بالملفات الأمنية والطاقة، خاصة تأسيس تحالف إقليمي عسكري يعرف باسم تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي، أو اختصارا بكلمة ميسا، وعرف إعلاميا باسم الناتو العربي. مرحبا بكم مرة أخرى وأخرى، وانضموا معي للترحيب بضيوفي الأكارم الأستاذ رياض الوحيلي الكاتب والمحلل السياسي، الأستاذ ماجد الشويلي نائب رئيس مركز أفق للبحوث والدراسات. مرحبا بكم ضيفين كريمين. أستاذ رياض، أمريكا التي تعد السقطات على البلدان لتتخذ منها ذريعة لشن عدوانها على هذه البلدان، منها مثلا حقوق الإنسان، حقوق المرأة، التوجه نحو الديمقراطية وما إلى ذلك، نلاحظ أنها تغمض العين عن كل ما ذكرناه فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية التي تنتهك كل ذلك. ترى هل هي جزء من تكتيك حلب البقر العربي؟ بكل تأكيد. يعني بالبداية أرحب بحضرتك، يعني تحية لك ولضيفك الكريم، وكل عام أنتم بخير ومشاهديكم الكرام. مرحب. بكل تأكيد أنت مثل ما ذكرت، يعني حقيقة المملكة العربية السعودية تعتبر البقرة الحلوب اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية، وأعتقد هي هنالك تحالف استراتيجي حتى في شركة أرامكو التي هي هنالك، نلاحظ يعني تعاون شديد فيما بينهم فيما يخص البترول واستخراجه وحتى يعني تصديره إلى الخارج. ونلاحظ كل هذه السنوات السابقة كان هنالك تحكم حتى بالأسعار، ويعني تقليل الأسعار
واعتقد جزء من مهمه الضيف بايدن الى المملكه العربيه السعوديه، اعتقد جزء من بالاضافه الى ما ذكرته بموضوع الناتو العربي، هنالك مخطط لتخفيض سعر البترول يعني باعتبار انه بدا يعني الازمه الاقتصاديه تضرب يعني اطنابها في الاقتصاد الامريكي باعتبار الحرب الاوكرانيه الروسيه وتداعياتها على اوروبا وحتى على الولايات المتحده الامريكيه. هناك ارتفاع حتى في اسعار يعني الوقود. يعني تعتقد هل يمكن ان تؤثر زياره بايدن بحيث ترفع سقف الانتاج السعودي التي اعلنت عنه انها لا تستطيع زياده انتاجها اكثر من 150 الف برميل فقط؟ هل يمكن ان يعني تتمخض هذه القمه عن رفع سقف الانتاج السعودي لتعويض البلدان التي ستحجم؟ هنالك تخطيط يعني حتى من قبل الرئيس الامريكي في زيارته الى السعوديه، وهنالك ملفات يحملها، واعتقد اهم ملف من ضمن الملفات هو ملف الانخفاض او محاوله تخفيض سعر النفط باعتبار هون يعني ما يسمى بضرب عصفورين بحجر واحد. هو نلاحظ انه روسيا نفسها هي الدوله مصدره للبترول، وايضا ايران وحتى العراق، يعني محاوله حتى مثل ما استخدمت في السنوات السابقه محاوله الاضرار بروسيا واضرار بايران، اعتقد هذا من جانب، ومن جانب احياء يعني ما يعني يروج له من ما يسمى ب تخفيض سعر الـ يعني اللتر البنزين في اوروبا او بامريكا، هذا حتى بالتالي انه هنالك صناعات تحويليه تعتمد على البترول احياء من جديد، وبالتالي هنالك مخطط لمساعده حتى السعوديه بتكنولوجيا امريكيه لزياده الانتاج، وبالتالي تخفيض حتى تتجاوز على ما مخطط لها باوبك باعتبار انه هنالك سقف معين محدد للتصدير من قبل يعني المملكه العربيه السعوديه، وهنالك اصرار من الولايات المتحده على رفع سقف الانتاج وبالتالي تخفيض السعر البترول. هذا ما يعني نلاحظه في ذكر حتى معهد بروكنز للدراسات الاستراتيجيه، ذكر هذه النقطه المفصليه بانه من جزء محاوله تخفيض سعر البرميل الى حتى الى 50 دولار، يعني هنالك مخطط امريكي، وبالتالي محاوله الاضرار بروسيا من خلال تخفيض سعر النفط وحتى العراق نقولها صراحه وايران، يعني مثل اللعبه القديمه التي استمرت يعني في السنوات السابقه. استاذ ماجد، يعني المملكه العربيه السعوديه كما يرى كثير من المحللين انها تعيش حاله من الرعب خوفا من افتقارها او فقدها الحمايه الامريكيه، ترى هل هناك يعني ما يلوح في الافق السعودي ربما يتمخض عن تغيير في النظام او تهديد لسلطاته دفع بايدن ربما الى الاسراع بنجده العربيه السعوديه بتاسيس حلف بقياده الكيان الصهيوني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد، احييك استاذ علاء، مرحبا، احيي ضيفك الكريم استاذ رياض الحيلي والمشاهدين الاحب. في الحقيقه الاسباب والدوافع والبواعث لزياره بايدن كثيره، لا يمكن اجمالها او حصرها بالاحرى في نقطه او نقطتين. فيما يتعلق بالسعوديه، السعوديه في الاونه الاخيره حاولت ان تتموضع بتموضع وسطي ما بين المعسكر الغربي والمعسكر الشرقي، واللي رسخ هذا الفهم عندها هو الازمه الأوكرانية أو الحرب الروسية الأوكرانية، اللي حقيقة رسخت مفهوم جديد هو احتمالية اضمحلال وأفول الهيمنة الأمريكية على المستوى العالمي. السعودية حاولت أن يعني تعمل وبطريقة نفاقية أن تكون على الحياد في هذه الفترة، بل لعلها أصبحت حقيقة تبعث برسائل إلى الولايات المتحدة من أنها سوف تقترب إلى الصين وروسيا أكثر، وهناك يعني مقدار كبير يعني وأحجام كبيرة من الاستثمارات الروسية والصينية في السعودية وغيرها. لذلك هذا واحد من الأسباب. الولايات المتحدة شعرت من أنها بدأت تفقد شركائها في المنطقة، هذا السبب الثاني. الأمر الثالث واللي هو صار عليه في الدرجة الأساس الباعث هو حفظ أمن إسرائيل. هذا بايدن هكذا يتكلم أصلاً، هو بايدن هو المحرك الرئيسي، وأنا تابعت واقع بالضبط. هو حفظ أمن إسرائيل، ولكن أيضا يأتي في السياق هو محاولة
توفير يعني تدفق الطاقة من هذه المنطقة الغنية بها وتأمين ممرات الطاقة اللي موجودة. تعرفون هذه المنطقة غنية جدا بالطاقة، بل هي الخزان الطاقة العالمي من جهة، وأن ممرات الطاقة سواء كانت المائية أو غير المائية أيضا هي محصورة في هذه المنطقة. لذلك هو جاء من جهة يحفظ أمن إسرائيل، والحديث يعني ليس عن الطاقة فقط، وإنما الحديث عن ربط أمن المنطقة مع بعضها البعض فيما يتم فيما يعرف أو يعبر عنه بمنظومة الدفاع المشتركة لهذه المنطقة. وتعهد بايدن من أنه سوف يمنح السعوديين كما يمنح الإسرائيليين فخر الصناعات الأمريكية من هذه الصواريخ الذكية اللي هم يعني نتوقع أن تكون يعني هناك توازن بالقوة بين الكيان الصهيوني والسعودية مثلا. لا هو طبعا يعني هذا العقل يشير يعني لابد يعني جزء استراتيجي بقيادة إسرائيلية بقيادة إسرائيلية، هذا يعني ضمان تفوق إسرائيلي على دائما. أحسنت، دائما الاستراتيجية الأمريكية وحضرتك خير من يعلم يعني الاستراتيجية الأمريكية تقوم على ضمان التفوق الإسرائيلي حتى على المستوى الجغرافي. لاحظ يعني على المستوى الجغرافي وعلى المستوى العسكري والأمني والاقتصادي. الجغرافي كيف؟ هو محاولة تجضية هذه الدول وتقسيمها، والآن يعني أكو مشروع تقسيم والمنطقة أكثرها معرضة إلى التقسيم. المهم أنه المقسم بالأساس تقسيم المقسم. نعم. ولذلك هم الآن يعملون على الانقسام المجتمعي. نعم. يقول لك إذا ما قدرت أني أقسم جغرافيا انقسام مجتمعي خلي يصير، هذا كفيل من أنه. المهم أن الدوافع هي كثيرة وكبيرة، لكن الواضح جدا أنه أمريكا تريد أن تسلم المنطقة. أول شيء تحافظ على شركائها في المنطقة، تحالف الخائفين من إيران، خلينا نسميه تحالف الخائفين من إيران كلهم تجمعهم بقيادة إسرائيل. يا با أنا أعطيكم السلاح تأمنون على نفسكم من جهة، ومن جهة أنتم تضمنون لي تدفق بقاء تدفق الطاقة إلى أوروبا، لأن الآن الشراكة الأوروبية والتنسيق الأوروبي مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد الأزمة الأوكرانية ارتفع إلى مستويات عدة، ولعله نأتي عليها في سياق هذا الحلقة. المهم أنه إحنا الآن أنتم في حلف أضمن عدم يعني عدم تسللكم إلى الشرق، لا السعودية ولا الإمارات ولا غيرها، وبنفس الوقت أضمن لكم حماية من إيران، لكن ليس حلفا هجوميا. هذا الفارق. ليس حلفا هجوميا، حلف دفاعي إلى هذه اللحظة، وهذا أمر بين أمرين، لغرض تطمين الإسرائيليين وتطمين الدول العربية، دول المنظومة العربية. العراق من الذي زجه بهذا؟ هذا سؤال جدا مهم. سؤال جداً. أتمنى أنه تترك لي محور أنه سنحاول أن نتحدث فيه باستفاضة. طيب، كثير من المحللين نظر إلى توجه المملكة العربية السعودية نحو الصين بعد غزو الروس لأوكرانيا، وتبين عندئذ أن من يتغطى بأمريكا هو كما قال مبارك عريان. يعني لذلك يعني المحللين قالوا أن السعودية أخذت الدرس واتعظت وذهبت باتجاه السعودية، إلا أن عقد هذا المؤتمر في أرض الحرمين الشريفين يعني أعاد الحسابات من جديد. ورحيم، هو أكو تحالف قديم جدا مع البريطانيين وسلموا. نعم. يعني سلموا للولايات المتحدة الأمريكية، لكن الحقيقة أن السعودية التفتت إلى هذا الأمر لعدة، بعد محاولة إسقاط النظام في سوريا وإخفاق الولايات المتحدة وشركائها في المنطقة غيرها من أنه يقوضون النظام في سوريا. نعم. وفشلهم أيضا بمشروع داعش، وفشلهم مؤخرا بالتحالف ضد اليمن، كل ذلك رسخ يعني عقيدة ورسخ اعتقاد عند السعوديين من أن الأمريكان لا يمكن التعويل عليهم كثيرا، وأنهم لا يحافظون على حلفائهم، وأن التحالف معهم غير مجدي. لذلك بدأوا يلوحون يعني بالذهاب باتجاه الصين، ويلوحون بالذهاب باتجاه روسيا لغرض استدرار العطف أكثر والحماية. والآن جاء مسرعا، يعني الآن تنازل يعني بايدن عن مقولته من أن السعودية والنظام السعودي نظام منبوذ وهو معزول، وكان يتوعد بإسقاط النظام، ومن يقدر يسقط النظام؟ بل محاكمة ابن سلمان بوصفه تمام ومتمام. الآن تغيرت هذه الاستراتيجية لأسباب عدة. أول الضغط اللوبيات الصهيونية في الداخل، واليوم الداخل الأمريكي
التركي يعاني من أزمات كما تفضل أستاذ رياض، أزمات حادة، وأوروبا كلها بحاجة إلى الطاقة، بحاجة إلى الاستقرار، واللوبيات الصهيونية بإمكانها أن حقيقة تضغط كثيرا على. إذن أنت رايح باتجاه أن ما حصل من مغازلة للصين، السعودية للصين، كانت تكتيك للضغط على الولايات المتحدة يعني إعادة حمايتها من جديد. يعني الأستاذ ماجد الشويلي، الأستاذ رياض الحيلي، أنتم أيضا أيها الأحبة تعالوا معي لنقرأ مقطعا من مقال حمل عنوان مخاطر الناتو العربي على العراق، الكاتب ماجد الشويلي. مخاطر الناتو العربي على العراق، الكاتب ماجد الشويلي. مقتضى الحكمة والمعرفة والبصيرة السياسية تحتم علينا قراءة المشهد السياسي من كل أبعاده، كما وتلزمنا باستحضار كل الاحتمالات المتوقعة والمؤثرة بشكل مباشر في مجريات العملية السياسية في العراق. ومن أهم تلك الأحداث والمعطيات المستحدثة هو المسعى الأمريكي الخطير بالتنسيق مع الصهاينة لحمل الأنظمة العربية على تشكيل حلف عسكري لمواجهة التهديد الإيراني بزعمهم لتلك الدول. ورغم أن كل مؤشرات هذا الحلف المشؤوم تتجه صوب إيران، إلا أننا ينبغي علينا ألا نغفل التصورات المتعلقة بهذا الشأن. هذه الأسباب تدعونا للاستدارة قليلاً والنظر إلى هذا التحالف من زاوية محتملة أخرى. هذه الزاوية هي احتمالية أن يكون هذا التحالف ضد العراق نفسه. مرحبا بكم مرة أخرى، كما أجدد الترحيب بضيوفي الأكارم. أستاذ رياض، بايدن أعلنها صراحة أن هذه القمة هي قمة حماية أمن إسرائيل. هل يعني هذا أن العرب أعلنوا خسارتهم فيما يتعلق بالصراع بينهم وبين الكيان الصهيوني، وأن دخولهم هذا الحلف هو يشبه إلى حد كبير معاهدة لوزان أو خيمة صفوان، بحيث قبلوا بقيادة صهيونية لهم؟ فعلا هذا ما جرى، وهنالك خطوات سبقت هذا الحلف، وهي ما يسمى بالتطبيع. وهنالك يعني ان يتم هذا الحلف بشكل كامل يجب ان يكون هناك تطبيع مع الكيان الصهيوني. هنالك تطبيع تم مع الامارات والبحرين، واعتقد هنالك تطبيع حتى يعني سري ربما اعلنت عنه حتى القناه ال 12 الاسرائيليه بعض بنوده بين السعوديه نفسها والكيان الصهيوني، من ضمنها زيارات، متبادل الزيارات، وايضا وجود قواعد اسرائيليه في المملكه العربيه السعوديه. يعني صرحت هذا التصريح الرسمي من القناه العبريه، وانه سوف يعلن في وقت لاحق بشكل علني. يعني يجب ان يكون هنالك تطبيع حتى يتم هذا الحلف، باعتبار هذا الحلف سيكون هو موجه مثل ما ذكروا انه ضد الجمهوريه الاسلاميه. واعتقد هنالك هواجس من قبل الكيان الصهيوني خلال الفتره الماضيه، نلاحظ هنالك تقدم تكنولوجي ازعج الكيان الصهيوني، تقدم تكنولوجي من قبل الجمهوريه الاسلاميه خاصه في تكنولوجيا الصواريخ والمسيرات وحتى الهجوم السبراني. هنالك مواقع حساسه في الكيان الصهيوني تم مهاجمتها من قبل الجمهوريه الاسلاميه، لذلك هذا ازعج، أصبحت كفة المعادلة العسكرية ربما تميل للجمهورية الإسلامية، وبالتالي تريد استنجاد أو تريد يعني إسرائيل أخذ العون من الولايات المتحدة، واقترحت ما يسمى بحائط صد من دول عربية، وهي تكون هي القائد لهذا الحلف. وبالحقيقة إذا نظرنا هو ليس فقط المقصود به الجمهورية الإسلامية بقصد ما هو محور المقاومة كله، يعني هذا الحلف هو موجه لمحور المقاومة المتمثل هي الجمهورية الإسلامية والعراق، أقصد بالحشد والقوى السياسية الداعمة للحشد، وحتى الشعب العراقي الذي هو أكثر داعم للحشد الشعبي. لذلك هو المقصود استراتيجيا حتى العراق وإيران واليمن التي أصبحت عصية على كل المخططات الغربية، وأيضا حتى لبنان. يعني لا زال حزب الله يمثل يعني صخرة المقاومة وفي الجنوب لبنان، وبالتالي يعني لا يستطيع الكيان الصهيوني مواجهة كل هذا المحور بدون عون عربي ودعم عربي له، وايضا دعم يعني من جميع النواحي. لذلك يعني ارتأت ان تكون من ضمن اجندات زياره بايدن.
للمنطقة هو هذا الحلف الذي يسمى ميسا أو سمي ميسا سابقا نعم. بالحلف الناتو العربي أطلق نعم نعم. أعتقد هذه التسمية أطلقت من قبل ملك الأردن سابقا، وأعتقد حتى ملك الأردن صرح في قبل يعني عشرات السنوات أعتقد أنه ما يسمى بالهلال الشيعي نعم والخطر الشيعي نعم. ولا يجب مواجهته، يعني صرح علنا في الإعلام، ولذلك أعتقد هذا المخطط هو لبلورة التحالف العربي نعم. السعودية أو مجلس التعاون الخليجي أو الدول التي طبعت أو بدأت تروج للتطبيع طبيعي. كأنها يعني مكلفة من قبل جهة محددة للترويج لهذا المنحة من السلوك السياسي. ألم تدرك بأن هناك تكتيكا أمريكيا يعني يسمى صناعة العدو، صناعة العدو التي اجتهدت الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وبذلت جهود كبيرة وحثيثة وبزخم عالي باتجاه صناعة عدو يعني يتمثل بالجمهورية الإسلامية؟ ألم تدرك البلدان يعني هذه ربما هم يدركون أن هذا جزء من هذا التكتيك؟ نقولها يعني الدويلات أو المشايخ هي مسيرة وليست مخيرة، يعني بمعنى هي خاضعة كل الخضاع يعني خضع كامل أو خاضعة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإلى بريطانيا، وكيف أن هنالك حتى المعاهدات كيف يقول عبد العزيز آل سعود أنني لا أحيد عن ما تقرره لي بريطانيا، يعني أحد رسائله يعني نعم. في أحد رسائله نعم. فهذه الممالك هي من صنعتها بريطانيا وأمريكا وهي التي تدين بقاء هذه المشايخ. هذه المشايخ أصلا إذا نظرنا أنه هي ليست برضا شعوب المنطقة نفسها يعني الدول الخليج نعم. يعني لا هنالك ديمقراطية حقيقية لديها، وإنما فقط حماية أمريكا وبريطانيا لهذه الممالك وهذه أستاذ ماجد نعم. نعم أستاذ ماجد، يعني هو الحلف هذا مزمع أن يعقد بين الكيان الصهيوني ومنظومة الخضوع أو التطبيع العربي، ليش الكيان الصهيوني يصر على أن يكون هذا الحلف برعاية أمريكية؟ لا هو طبعا الحقيقة مسلسل الأحداث يأتي على هذا النحو. هو كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد وضعت خاصة في الخطة يعني العشرية وفي وقت ترامب يعني وبزمن وزير الدفاع أسبر كانوا يتحدثون عن كيفية مواجهة والحيلولة دون تعملق الصين بشكل أكبر. المشكلة كانت هي أنهم إذا ذهبوا لمواجهة الصين فإن منطقة الشرق الأوسط الغنية بالطاقة وحماية إسرائيل سوف يعجزوا عن حمايتها، وإذا توجهوا إلى مواجهة الجمهورية الإسلامية وإلغاء الاتفاق النووي سوف تتعملق الصين بشكل أكبر. هذه المشكلة، ولذلك بوقتها كان إسبر قد طلب موازنة يعني خيالية واللي هي فعلا أقرها الكونغرس اللي هي 705 مليار دولار. القصد شنو؟ أنه الأزمة الأوكرانية أحيت هذا الخوف عند الإسرائيليين اللي هم مسيطرين على القرار حقيقة في الولايات المتحدة بشكل كبير. عندما توجهت يعني أصبحت أولوية الولايات المتحدة الأمريكية هي مواجهة روسيا والصين، هذا في هذا الظرف ازدادت خشية الإسرائيليين وكأنهم أيها الأمريكان قد تركتونا لوحدنا. ثم أنه لا تعلم جيدا أن نشأة الكيان الصهيوني هو لتأمين مصالح الولايات المتحدة في المنطقة هم بشكل وبآخر، وأصبحت من مصلحة اقتضت مصلحة بايدن أن يوقع الاتفاق النووي. هذا التوقيع تعارض أشد المعارضة إسرائيل. نعم. هنا جاء ترامب ليعطي ضمانات للإسرائيليين من أنني بالإمكان أن أوقع اتفاق مع الجمهورية الإسلامية، وفي ذات الوقت أنا أضمن لك تحالف الخائفين والمتوجسين من إيران، هذا يأمن لكم البقاء متماسكين فيما بعضكم، وأنا أعطيكم كافته لحتى أتفرغ لمواجهة الصين، لأن الصين هي تهديد للنفوذ الأمريكي أو للقطبية الأحادية الأمريكية في العالم. هذا الذي دعا إسرائيل الآن ضاغطة باتجاه أن يكون هذا التحالف ليس دفاعياً. هذه النقطة الآن يعني هي تطلب ضمانات أمريكية ليتم تحويل مهام هذا الحلف من الدفاعي إلى الهجوم. إسرائيل كانت طيلة الفترة الماضية هي تحاول توريط الولايات المتحدة في مواجهة مباشرة مع الجمهورية الإسلامية، عجزت عن جو، ولذلك قال لهم يعني بايدن في استراتيجيته أننا لن نسمح لكم بأن تتصرفوا يعني
خلافا لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية الاستراتيجية، لن نعطيكم شيكا على بياض. اكو مصالح عليا الوقت انت شلون تضربون انتم شو اسمه الايرانيين، واكو مصالح عندنا احنا. نعرف ايران لديها قوه واذرع في المنطقه. اذا هذا الخيار هو خيار وسطي لغيث ما تتمكن مثلا الولايات المتحده وحلفائها، وخاصه يعني بالنسبه لحلف الناتو، حسم المعركه مع الروس. هذا يهدئ الاوضاع، تطمئن فيه اسرائيل وتطمئن فيه السعوديه وتطمئن فيه بقيه المنظومه، ويصار إلى إعمال الحرب الناعمة المتمثلة بالدبلوماسية. لذلك إذا تلاحظون ترامب في خطابه الأخير إيش قال؟ ترامب بايدن قال في خطابه الأخير من أننا هذا التحالف يقوم على أساس الدبلوماسية. دبلوماسية، الدبلوماسية اللي مقصود الآن يصير إعمال وتفعيل للإبراهيمية. الإبراهيمية، هذا التحالف جوهره العقائدي هو الإبراهيمية كما أشار أستاذ غياب. إنه موضوع التطبيع داخل، والسعودية أبدت استعدادها الكبير جدا للانخراط في مشروع التطبيع. بل أكثر من ذلك، الطائرات حلقت بالفضاء الإماراتي السعودية الأمريكية الإسرائيلية. قضية يعني سفر بايدن من الكيان الصهيوني إلى المملكة، هو هذا يعني حلقت الطائرات الحربية الإسرائيلية الأمريكية في الأجواء الإماراتية ومضت. صحيح الإماراتيين والسعوديين وحتى المصريين معهم قالوا للجمهورية الإسلامية نحن لسنا بصدد مثلا أن نكون جزءا من أي هجوم ضد الجمهورية الإسلامية، لكن بشكل وبآخر هذا الحلف بقيادة إسرائيل ما راح يسلمون قيادة الدولة العربية. هؤلاء بيادق في هذا المشروع. عموما اللي يريد نوصل له أنه هناك تحالف يراد له أن يكون يعني يبعث طمأنينة هذه الدول، وبنفس الوقت يضمن على بقاء كما أشرنا تدفق الطاقة. ومن هنا جيء بالعراق وأقحم في هذا التحالف لغرض إمداد الدول المطبعة مع إسرائيل حتى تستمر، حتى تقول لك أنا شكو داخل بتحالف دولي. أنا أريد أذكر المشاهد العراقي والمواطن العراقي النخب المثقفين كلهم، احنا اليوم يوميا دافعين الى محور. الم تكون شعاراتكم وشعارات التشرينيين وغيرهم لا للتمحور لا لسياسه المحاور؟ اليوم يدفعون بصريح العباره، يدفعون بالعراق لان يكون جزءا من محور بقياده اسرائيل. الله اكبر. يعني لاحظ حتى ما يعني انا اعود لك بهذا الموضوع الاستاذ رياض، يعني هناك من يرى في يعني محاولات الولايات المتحدة الأمريكية لإتمام هذا الحلف هو ليحل هذا الحلف بديلا لها حال انسحابها كما أشار الأستاذ ماجد لتتفرغ لصراعها مع الصين. بكل تأكيد هناك هواجس للولايات المتحدة الأمريكية بموضوع حتى الحرب الأوكرانية، أنا أزيد عليها الحرب الأوكرانية الروسية وتداعياتها المستقبليه. الان امريكا تدفع باتجاه يعني دعم القوات الاوكرانيه حتى بالاسلحه والمعدات اللازمه وحتى المتقدمه للصمود امام الروس. هم يعرفون نتائج هذا الصراع الروسي الاوكراني سوف تنقلب، وحتى سياسه المحاور او الاقطاب سوف يعني تكون ظاهره بعد انتهاء هذا الصراع. يعني هنالك لاحظ انه الروس لهم يعني دور كبير في نلاحظ استراتيجيتهم قائمة حتى على موضوع الغاز إلى أوروبا، هم حتى أحد الأنابيب سدوها يعني قبل أيام. صحيح. وهذا بالتالي له تداعيات على المستوى. الآن نلاحظ اليورو أصبح موازي للدولار في سابقة جديدة، وتنظر بأزمة على المستوى الأوروبي. لذلك لا يمكن أن نعتبر أن روسيا سوف تكون لها دور مهم في المرحلة المقبلة. أمريكا تريد دعم الأوكرانيين حتى من قبل يعني في هذه الزيارة الأخيرة التي سوف يقوم بها بايدن للمنطقة، تريد دعم خليجي ودعم سعودي بالذات بأموال تقدر ربما حتى ب50 مليار دولار لدعم القوات الأوكرانية، لأن تعتبر أنه هذا الدعم يحتاج بالتالي حتى تستطيع هذه القوات الأوكرانية الصمود. لأن هذه المعادلة بعد انتهاء هذه الحرب وانتصار الروس في هذه الحرب سوف تتغير كل مفاهيم الأقطاب، بمعنى آخر سوف يحد من النفوذ الأمريكي بالمنطقة وحتى في العالم. ونلاحظ هنالك حتى بوادر بالنسبة للصين بأن يكون أيضا قطب مهم، وإيران قطب مهم، وروسيا قطب. سياسة الأقطاب هذه لن يعني تخدم
الولايات المتحدة الأمريكية ولا تخدم الكيان الصهيوني. هنالك حواجز، هذه الحواجز ربما يعني سوف تكون حاضرة في قمة أو في زيارة بايدن إلى السعودية، وبالتالي تريد الدعم، واعتقد أن حتى ربما بصورة أو بأخرى سوف يقول لهم بقاء الولايات المتحدة بقاء أنظمتكم، لذلك عليكم أن تدعمونا وتدعموا يعني بالأموال وبالتنزيل أو يعني سعر البترول، وبالتالي حتى هذا الحلف يعني هو بالتالي حماية لكم من ما يسمى بالجمهورية الإسلامية وحتى الخطر الشيعي. يعني هم نقولها صراحة، وحتى كثير من قادة أو المواساد الإسرائيلي صرحوا يعني هم لا يقصدون فقط الجمهورية الإسلامية كدولة، وإنما يقصدون المنطقة، يعني ربما حتى العراق والانتصارات اللي حققها الحشد هم يحسبون ألف حساب للحشد الشعبي. ونلاحظ هنالك الإرادة الدولية تدخلت حتى في الشأن العراقي، لاحظ أنه ما يسمى بالانسداد السياسي الذي ربما والانتخابات مشكلة. أستاذ رياض يعني المشاهد الكريم أيضا ما ندري أنه الخلل وين، نتيجة مثلا ذكاء الموساد أم غباء المنظومة العربية التي يعني استساغت أن يكون الخطر الإيراني موجه للدول الإسلامية ولم تلتفت إلى أن هذا الخطر هو فقط موجه للكيان يعني الصهيوني بوصفه كيانا غاصبا. أستاذ رياض الوحيل، أستاذ ماجد أشوالي، أنتم أيضا أيها الأحبة تعالوا معي لنقرأ مقطعا من مقال حمل عنوان مؤتمر الرياض التطبيعي برعاية أمريكية للكاتبة انتصار حميد. مؤتمر الرياض التطبيعي برعاية أمريكية، الكاتبة انتصار حميد. من ضمن الأهداف الرئيسية لهذا المؤتمر هي تشكيل ناتو عربي لمواجهة دول محور المقاومة، ممارسة الحرب النفسية على إيران لتحجيم النفوذ الشيعي بالمنطقة، إبعاد الخطر عن الكيان الصهيوني المضطرب داخلياً، حماية المصالح الأمريكية الإسرائيلية بالشرق الأوسط، إشغال العرب بصراعات وحروب لحرف الأنظار عن الجرائم الأمريكية، محاولة أمريكية لمواصلة ابتزاز السعودية وشق صف الدول الإسلامية. وعليه أن كل من يدخل ضمن هذا الناتو العربي لابد وأن يخضع للتطبيع. مرحبا بكم مرة أخرى وأجدد ترحيب بضيوف الأكارم. أستاذ ماجد، يعني ما أعرف شنو العلاقة بين العراق وهذه المنظومة اللي راح تجتمع. العراق دولة تطبق فيها تجربة ديمقراطية منذ 19 سنة مثلا، هذه الدول دول ممالك، يعني ما علاقة الممالك بالديمقراطية. هذه الدول هرولت نحو التطبيع، البرلمان العراقي بالمقابل صوت على تجريم التطبيع. شنو الجامع المشترك بين هذين بحيث تجر رجل العراق إلى مثل إلى حضور مثل هكذا مؤتمر؟ والله هو هذا الاستفهام استغراب استهجان، نعم كله مشكلة في الحقيقة يعني. مشكلة كبيرة، ولكن نعم. يبدو لي أهل اللغة يسمون ابن الشريتشة، يعني يسمون أبناء علة علة، ولكن يقول له ربة لعلة بالفصحى علة. فالعراق في المنظومة العربية هو ابن علة، يعني كلهم يعني تجمعهم تعرف ابن شريكة. ابن شريكة واضعا واقعا يعني، لذلك مكروه بالنسبة للمنظومة العربية، وإلا تعرف موقفهم جدا من العملية، يعني واضح جدا موقفهم من العملية السياسية ومن العراق الجديد. لذلك هو ابن علة. أولا نظام ديمقراطي بغض النظر عن يعني المثالب والهفوات والثغرات في هذا النظام، يعني مو نظام وراثي ولا دكتاتوري ولا استبداد. أيضا يعني الأيديولوجية والعقيدة والجذور والأغلبية كلها معروفة هوية العراق، وعلاقته أيضا الفريدة والمتميزة بالجمهورية الإسلامية، ومثل ما أشرت موقفه حتى من إسرائيل، وتعلم تاريخيا أن العراق هو الدولة الوحيدة خارج دول الطوق اللي شاركت بشكل مباشر بالحرب ضد الكيان الصهيوني. مقبرة للجنود، مقبرة هناك، وهذا عمليات، وهذا يعني العراق متميز عن هذه كل هذه حقيقة. يعني العراق فيها غريب عن هذه المنظومة التي لا تريد له الخير، لكن طبعا هذا بدافع وبتدخل وبإملاءات من الولايات المتحدة الأمريكية التي تضمن أثناء بقاء الكاظمي من أن العراق سوف يكون يعني بمثابة
مصرف أو بنك لتوريد ما تحتاجه مصر والأردن في هذا التحالف. هذا بالدرجة الأساسية. ذولي الثمن. ما هو الثمن؟ الثمن لتحالف مصر ودخول يعني مصر والأردن بهكذا تحالف، الثمن تقبضه من العراق. هذا ثاني. أنا ما أوصى به كروكر. نعم. أحسنتم. بالضبط تقريبا كروكر. نعم. هذا السبب الأول. السبب الثاني، هم يريدون بشكل وبآخر كما أشرنا إقحام العراق، ضمان أن العراق لا يتجه باتجاه الجمهورية الإسلامية والصين. هل هناك احتمال أن تبعث مرة أخرى ذريعة البوابة الشرقية فيتحول العراق إلى الحامي الشرقي أو البوابة الشرقية الذي يمكن أن يقاتل بالنيابة عن الأمة العربية؟ هذه الشعارات اللي كان يرفعها صدام. والله يعني أنا على مستوى وعي الجماهير مشكلة كبرى. هذه مشكلة كبرى. يعني على مطبل وقعدين مرتين. يعني احنا طبعا نتكلم على صعيد او وفق ما يخططون، ولكن طبعا اكو معطيات ايضا في الجانب الاخر. اليوم اسرائيل في افول الولايات المتحده الامريكيه انكفاء. اليوم المنظومه العربيه التقاطعات بيناتها جدا عميقه. لا نقول، لكن هكذا نقول هم يخططون. اعتقد نعم ممكن ان نخشى هذا، احنا لا نستهين بعدونا. وممكن على حين غفله استغفال هذا تجينا سلطه، يجينا ما اعرف برلمان، رئيس وزراء يذهب بعيدا باتجاه اسرائيل، ممكن هذا يحصل. اي ممكن يحصل، لكن نريد ان نحلل ونفكك المشهد. العراق ما الذي يدفع به للذهاب؟ هذا سؤال مهم وحيوي. يعني مو مشكله، لانهم يعلمون جيدا ان اي مشروع تطبيعي، اي مشروع هذا اولا، اي مشروع تطبيعي مع الكيان الصهيوني لن يكتب له النجاح والبقاء من دون العراق. أضف إلى أمر آخر، أن مشروع الإبراهيمية الجديدة يريدون أن تكون قلعته في العراق. أور ما هي علاقة أور؟ ما ممكن هاي القضية الدبلوماسية الناعمة اللي تكلم عنها بايدن، ما ممكن أن تكون عملية واقعية من دون العراق. ومن هنا وجدنا أن العراق أصبح ركيزة مهمة في المشروع الإبراهيمي. فهذا زج العراق وإحكام يعني السيطرة على العراق حقيقة وتطويق العراق بهذه الاتفاقيات هو مانع من اتجاه العراق شرقا. نعم. لأنهم يريدون أن يقللوا حقيقة من حجم التحالفات. يعني أنت مثلا إيران اليوم تتفق ويا روسيا، وعندنا الآن زيارة مرتقبة لبوتين، أصبحت إيران عضو في منظمة الشنغهاي. زين الآن هذه الدول بدأت، الدول كلها يعني أكثر من 20 دولة بدأت توافق على أنها تتبادل بعملتها المحلية. طبعا يخافون العراق البساط من الدولار. إذا العراق التحق بهذه المنظومة، ما الذي تفعله الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل بإمكان العراق أن يخطو هذه الخطوة؟ طبعاً مع أن كل حركة العملة العراقية هي بيد الأمريكان. صحيح. كيف يمكن؟ هذا صحيح، لكن عندما يتخلخل النظام العالمي، وهذا نعم. ما أكدته نعم. قمة حزيران، يعني نهاية حزيران في مدريد، قمة الناتو، تحدثوا عن أن الصين أو أن عليهم أن يوقفوا الزحف الصيني للمياه الدافئة. هذا مشكلة. علما أنه لاحظ، إذا تلاحظ التقرير الذي صدر عن قمة الناتو في 2010 ما ذكروا أي أثر للصين في 2010، لكن في 2021 في القمة المحور هو الصين. نعم. الصين وروسيا. البوابة كما تفضل. نعم. البوابة لدخول هذه المنطقة هو العراق. لذلك أنا أجيب العراق بتعبيرنا نورطه بتحالف عملية جر رجل توريطه مع وجود احتمال ان تعاد الشعارات القديمه الشرقيه ممكن. ذلك استاذ رياض، جون كيربي منسق المجلس الامن القومي الامريكي للاتصالات يقول او تحدث عن دمج نظم الدفاع الجوي لكيان الاحتلال الاسرائيلي مع دول عربيه، وطبعا ذلك يشكل استفزاز مباشر لطهران. ترى هل ان المنطقه ذاهبه باتجاه التصعيد؟ أعتقد ذلك. يعني كل المتغيرات وهذه الدراسات حتى الأمريكية وحتى الأوروبية أشارت إلى هذا الموضوع، أنه الصراع مع الجمهورية الإسلامية هو باقي، وهناك حتى ضغط ما يسمى حتى بالاتفاق النووي، ربما اكتملت فصول حصول الاتفاق، ولكن هناك عمليات ضغط من قبل الضغط اللوبي الصهيوني الموجود في الولايات المتحدة، منع حتى من إتمام الاتفاق. ربما كان الاتفاق أنه تريد الجمهورية الإسلامية فقط ضمانات أنه حتى لا يتم نقض هذا الاتفاق مستقبلا، ولكن لم يتم
التوصل بضغط واضح من قبل وسائل الضغط اللوبي الصهيوني في أمريكا. لذلك المنطقة ربما فعلا ذاهبة للتصعيد، وهنالك قواعد سرية يعني وضعت وحتى تكلموا عليها في الإعلام أنه رادارات موجودة في الإمارات الصهيونية وفي البحرين، وهنالك حتى ما يعني أنا ذكرت موضوع قناة أشارت إلى هنالك قواعد سوف تكون صهيونية سرية في السعودية يعني نفسها يعني موجودة، وأيضا هنالك شكوك وأيضا حتى في القواعد الأمريكية موجودة في العراق، هنالك أيضا مقرات الموساد ومقرات حتى لي أعتقد للدفاع، وأعتقد أنه لحد الآن هذه من سنتين، وأعتقد كان من أهم نقطة من يعني الحكومة الكاظمي أن تعملها هي خروج القوات الأمريكية، ولكن لم تستطع خلال هذه السنتين من خروج هذه القوات، بالعكس يعني بقاء هذه القوات لاحظناه بشكل يعني أنه لم حتى صرح البنتاغون بهذا الشيء أنهم باقين في العراق، وأعتقد هي جزء من استراتيجيتهم بقاهم في العراق، ربما أنه هنالك هواجس حتى للكيان الصهيوني من ناحية أن العراق ربما حتى في تفسيراتهم التلمودية أنه خطر إزالة الكيان الصهيوني هو من العراق، فيعتبر العراق هو المحوري للمنطقة ومحور الصراع المستقبلي. كيف نتصور وضع العراق فيما لو يعني تم التصعيد ووصلنا إلى المواجهة؟ الرادارات الإيرانية تصل حتى البحر المتوسط، الرادارات الأمريكية الموجودة بالقواعد الأمريكية في العراق تصل حتى الكيان الصهيوني، كيف راح يكون وضع العراق فيما لو حصلت المواجهة؟ ما الثمن الذي سيدفعه العراق وهو لا يحصد شيء من هذه يعني نقول لهم ما هو السبب يعني لذهاب الكاظمي اصلا في هذه القمه؟ واعتقد هذا الموضوع العالي نعم من ضمن استراتيجيته هو يشكل خطر على العراق نفسه جيد. يعني خطر على الحشد الشعبي، هم صرحوا كثير قاده وضباط الكيان الصهيوني هنالك خطر من قبل الحشد الشعبي، فاذا ذهاب العراق الى هذا هو معنى ذهاب ضد نفسه، يعني هذا محور استراتيجي، المفروض العراق يتخذ موقف مغاير لما يقوم به الكاظمي. الكاظمي ليس من صلاحيته ان يذهب بهكذا مؤتمر وهو لم ياخذ يعني الضوء الاخضر لا من البرلمان، نحن نظامنا برلماني وايضا هو يعني رئيس وزراء نقولها وتصريف اعمال، وهنالك نعرف صلاحيات ضمن الدستور لا يعني لا تكون له هذه الصلاحيه بان يذهب ويقرر هكذا اتفاقيه، ولكن ربما نتيجه ربما ضغوطات امريكيه وضغوطات اقليميه من دول خليجيه سوف يذهب اعتقد في هذه القمه التي ليس له العراق مصلحه في ان يكون ضمن هذا التحالف المشبوه الذي هو بالضد من توجهات الامه وتوجهات الامه الاسلاميه والامه العربيه وتوجهات العراق، بالعكس ربما يشكل خطر استراتيجي، خاصه تصبح ان يعني القواعد الموجوده في العراق هي الامريكيه اقصد ربما خطر على حتى على الحشد الشعبي وعلى نعم. مجمل الشعب العراقي، ومخاطرها كانت واضحه يعني نعم. طالما ضربت مواقع الحشد الشعبي والقوات الامنيه العراقيه نعم. على يد هذه القواعد. استاذ ماجد، ما هي علاقه زياره الكاظمي الجمهوري الاسلامي؟ هل لها علاقه بالمؤتمر المجمع عقده؟ هو بالتاكيد الكاظمي يعني طبعا هناك تسريبات عنده، ولكن الكاظمي بالدرجه الاساس هو يحاول بشكل او باخر واللي دشن حقيقه ولايته بعد انتخابه بزيارة السعودية وزيارة الجمهورية الإسلامية، ويعتقد هو رجل من أنه هو قادر بشكل أو بآخر على تقريب وجهات النظر، ولربما سرب من أنه فعلا يعني قد حقق نوعا ما يعني تقاربا ما بين الجمهورية الإسلامية، حتى بدأ الحديث عن احتمالية التبادل الدبلوماسي ما بين الجمهورية الإسلامية. هذا أعلن بآخر جلسة، هذا أعلن نعم. يعني ولذلك البعض يعني بعض المحللين الباحثين الصحف تحدثت عن أنه يحسب للمالكي من أنه تمكن من تقريب العفو الكاظمي أنا على نعم. لساني دائما نعم. ولست مالكيا نعم. يحسب للكاظمي على أنه يعني تمكن بشكل أو بآخر وأسهم بتقريب وجهات النظر بين السعودية والجمهورية الإسلامية، لكن دعني أقول من أن لهذا التقارب مصلحة سعودية أكثر من كونها للجمهورية الإسلامية. السعودية اليوم تعتقد بشكل أو بآخر من أن الأيديولوجية التي يقاتل بها الحوثيون ومن أن أنصار الله حقيقة هم ينتهجون منهج الجمهورية الثوري، لذلك لا تتمكن للسعودية حتى وإن ساهمت فعلا برفع سقف
يعني تصديرها للنفط سوف يكون تحت رحمة ووطأة صواريخ الحوثيين. من هنا تعتقد الولايات المتحدة الأمريكية بأن اللاعب الأكبر في المنطقة هو إيران، ولذلك هذا التحالف هو ليس هجوميا، يعني نحن لا نقترب، قد أختلف قليلا مع الأستاذ رياض، هذا التحالف ليس تحالفا هجوميا، كل ما في هذا التحالف هو محاولة تطمين الكيان الصهيوني وهذه الدول المرعوبة من إيران كيفما تتمكن من توقيع الاتفاق النووي وتتفرغ إلى الأزمة والحرب في روسيا والصين. هذا من جهة. أضف إلى أن هناك قضية يعني مهمة في هذا الصدد، من أنه على عجالة لأن الوقت أزف، يعني هو 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 الخلاصة أنه الآن لا يفكرون، هناك نزعة حتى اليابانيون تكلموا عنها أنه تشكيل ناتو عالمي يسموه أو هندو، ما يسمى بالهندو باستفيكي، هذا كله بدأوا يتحدثون عن ناتو آسيوي وناتو عالمي. الولايات المتحدة تشعر بخطر كبير من أن البساطة أو الصين بدأت تسحب هذا، ومن أن معركة تايوان قادمة. هذا كنت مضيف أكارم. أيها الأحبة، كتب الإعلان قاسم العجرش الخاتمة التالية: الرئيس الكاوبوي بايدن لا يتعامل مع البقر بالمراوغة لأنها بقر، ولا يهتم لقبولها أو رفضها لأنها بقر، فكل الذي يريده منها أن تستمر في در الدولارات، فإذا جف ذرعها إما أن ينبذها أو يذبحها، وها هو يذبحها بيد إسرائيلية. في أمان الله.